يعني النهارده وصل الفريق الاول بالنادي الاهلي تدريباته اليوميه خلال مواجهه شبيبه الثوره الجزائري في الجوله النهائيه من دوري المجموعات لدوري ابطال افريقيا. التدريب بدا في تمام العاشره صباحا، استمر ساعه ونص، انتهى الساعه 11:30. التدريب بدا ببعض زي ما بيقول النصائح من المدير الفني لقاسي، اجتمع باللاعبين في وسط الملعب وعقد معاهم محاضره فنيه لم تتجاوز الا 5 دقائق. ثم تلا بعد ذلك تدريبات بدنيه بقياده مدرب الاحمال اليخاندرو اللي حرص لمده تقريبا نص ساعه على بعض التدريبات لفك العضلات والتدريبات الخفيفه نظرا للاجهاد اللي بيعاني منه الفريق من 7 مباريات متواليها وكمان السفر لمسافات بعيده. بعد كده تم تقسيم الفريق بمجموعتين، مجموعه من المدافعين ومجموعه من المهاجمين. كل مجموعه كانت يعني بتلعب امام احدى المرميين. المدافعين كان في تدريبات متخصصيه ليهم لقطع الكرات وقطع الكرات العرضيه والطلوع بيها من ورا لقدام وبناء الهجمه. ثم بيتابع المهاجمين تنظيم الهجمات وبعض تنفيذ بعض الجمل التكتيكيه اللي هيتم تنفيذها ان شاء الله في المباراه القادمه لتنفيذ الهجمات وزياده الفعاليه الهجوميه على المرمى. صحيح، يعني النهارده مارتين لاسارتي المدير الفني للنادي الاهلي وقف التدريب اكتر من مره عشان يدي شويه نصايح والتعليمات للعيبه، تعليمات طبعا فنيه وتكتيكيه. ما نقدرش نقول كده بالتحديد، اللي شفناه بعينينا في التدريب ان كان التدريب كان ماشي بشكل اكتر من رائع، كان في جمل متفق عليها كان بينفذها اللاعبين. هو النهارده كان حريص على اللعبه زي ما وضع المدافعين كانوا بيتحفظوا ازاي يطلعوا، يمكن كان مجموعه ديس بينزل من 2 مدافعين بينفذوا بعض الجمل الدفاعيه امام 4 من المهاجمين. زياده الفعاليه الدفاعيه وقفل النقاط خاصه المباراه القادمه، يعني زي ما بنقول ما تستحملش الفريق يستقبل اهداف. وفي المقابل بناء بعض الجمل الهجوميه اللي تساعد باذن الله ان يبقى فيه ان شاء الله حصيله كبيره من الاهداف توفر فوز ان شاء الله في المباراه. فكان ده الحريص عليه الجهاز الفني. كان مقسم مجموعه الكابتن وسط والمهاجمين كانوا متقسمين لاربعه، يعني 16 لعيب متقسمين على 4 مجموعات بيقابلهم الناحيه الثانيه 8 مدافعين على 4 مجموعات برضه. كان لزياده الفعاليه الدفاعيه عشان الحد من الخطوره في الماتش الجاي ان شاء الله وباذن الله ما نستقبلش اهداف. ومن الناحيه المقابله يبقى في ان شاء الله فعاليه، يمكن شهدت مرار تالق اكثر من لاعب احمد فتحي النهارده كان بيأدي التمارين بروح عاليه جدا وباداء اكثر من رائع. مروان محسن المهاجمين ووليد ازار يمكن كان مش التدريب بشكل عام كان في تركيز كبير جدا من اللاعبين واداء اكثر من رائع. يا رب ان شاء الله يكون دافع قوي ومؤشر كبير ان شاء الله تحقيق الفوز والصعود بشكل مريح ان شاء الله في المباراه. طيب جمهور النادي الاهلي العظيم طبعا عايز يطمن على محمد الشناوي حارس مرمى النادي الاهلي، عايزك تقول لي اخبار محمد الشناوي ايه وقد ايه في فرص ان هو يلحق ان شاء الله بالمباراه القادمه قصاد شبيبه الثوره الجزائري يوم السبت المقبل. هو الموضوع من شقين، اول شق تصريح رسمي على لسان كابتن صلاح حفيظ ان شاء الله محمد الشناوي متواجد معانا في المباراه، ولكن لم يجزم الكاس هيبقى بشكل اساسي او على دكه البدلاء دوت في الجهاز الفني والحارس لاعب حتى بدايه ان شاء الله المباراه، يعني هي لغايه المباراه هيتحدد كان هيبدا بشكل اساسي او هيبقى على فكره الاحتياط. الجانب الاخر بقى اللي حصل في التسديد، محمد الشناوي كان الفريق بيتدرب على استاد سيتش ومحمد الشناوي كان بيتدرب في الجيم، خلص الجيم وفي اخر ربع ساعه من التمرين شارك في تدريب منفرد مع كابتن طارق جنيهات، يمكن برضه ما كانش فيه تدريب بدني قوي قد ما كانت تدريبات فنيه على حراسه المرمى، كانت حركته بطيئه شويه زي ما بنقول، ده حفاظا على عدم تفاقم الاصابه. يمكن الورم خف من الرجلين لكن ما زال يشعر ببعض الالام، اللي ان شاء الله يعني بتاكيد كابتن فايز الجهاز الطبي هتتلاقى ان شاء الله مع دخول ميعاد المباراه وان شاء الله يكون موجود مع الفريق سواء اساسي او على دكه. طيب اخيرا طبعا عايزه اطمن منك برضو على باقي المصابين وعن الحاله البدنيه ليهم، سمعنا النهارده في 3 لعيبه رجعوا مره ثانيه للمشاركه في التدريبات الجماعيه، كمان سمعنا عن رجوع حمدي فتحي للتدريبات، يمكن النهارده الكلام اللي اتقال ان هو كان بيجري حوالين الملعب، عايزين نطمن برضو على وليد سليمان وعلى لعيبه النادي الاهلي المصابين. بالتاكيد بس اسمحي لي قبل ما نتكلم في باقي اللعيبه المصابين، يمكن النهارده كان التدريب فيه لفتتين اكثر من رعايتين، الاولى حضور كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي للتدريب اكيد يعني والساحر جوزيه مساندة الفريق بشكل كبير قبل مباراة مهمة زي المباراة القادمة. وكانت المفاجأة السرة الأخرى لأن النادي الأهلي هو حضور المدير الفني السابق للنادي الأهلي مانويل جوزيه. صحيح. يمكن كابتن محمود حرص على تحية اللاعبين جميعا ومصافحتهم بمجرد ما انتهوا من بعض التدريبات واستلم أجرهم، وكان له حديث خاص مع احمد فتحي وحسام عاشور زي ما بنقول يعني اللاعبين القدامى في الفريق وشاتم. طبعا على الجانب الاخر كان في يعني استرحاب كبير جدا بينه وبين اللاعبين، اللاعبين القدامى طبعا زي احمد فتحي وحسام عاشور كان في لقاء اكثر من رائع وليد سليمان.
اتكلم معاهم وكان حريص ان هو يبقى جنب الفريق في وقت زيان حسن، كانت في الوقت صعب الجاي مباراه حسن بشكل كبير جدا بعد انتهاء المباراه كتير جدا مع الجهاز الفني الحالي وجهاز مارت اللي صار اتكلموا كتير جدا وكان في بعض المداعبات وبعض الحوار الود الطيب بينهم. نرجع تاني للاصابات زي ما حضرتك ذكرت النهارده حمدي فتحي عدى بعض التدريبات الاول اكتفى بالجري حول الملعب وبعد كده بعض التدريبات العلاجيه مع الدكتور بعد كده كمان وليد سليمان نزل النهارده يمكن بعد الجيم والتدريبات البدنيه ادى بعض التدريبات مع اختار تاهيل كابتن طارق عبد العزيز واعتقد ان وليد سليمان يعني عودته ان شاء الله تبقى خلال اسابيع قليله جدا يبقى جاهز ان شاء الله باذن الله يرجع بالسلامه. وزي ما اتكلمنا عن محمد الشناوي وشارك في جزء بسيط جدا في المباراه في الاخر مع كابتن طارق. صحيح. بشكرك جدا على وجودك معنا محمد توفيق زميلنا مراسل قناة النادي الأهلي.